يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه السورة أنزلت في مكة ولكن القتال قد شرع في المدينة، وقد ورد في هذه السورة وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فكيف ذلك؟ في المستقبل يعني، هذا في المستقبل، لأن الله يقول علم، يقول علم أن سيكون منكم، سيكون يعني في المستقبل، منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يقاتلون في سبيل الله، هذا في المستقبل. نعم.